بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، فماش البعض على الكون هذا، على الدنيا مثلا ماش البعض، هم الكل، لأنهم ربي قدر ذلك، فلا بعد عن هذا التقدير، لأنه لا حتى حد ما يحول قدر الله أو أمر الله إلى ما يرغب فيه، مستحيل. هذا الشيطان يقول أنت وربي مكم في صراع وأنت الغالب، يعني إبليس كيف عشش في مخاك الصهاينة وصلوا باش قالوا الله فقير ونحن أغنياء، وصلوا باش قتلوا الأنبياء عليهم السلام. إذا أنتم من تدعون الإسلام فيكم، لأنه اللي لعبها مع بني صهيون حتى ورطهم مع المعبود بحق سبحانه وتعالى، أنتم نفس الشيء، أنتم بكتيم أخرى دوترو. هو عمر ما يشبع، هو عنده رغبة الانتقام وعنده فكرة العنصرية، والعنصرية بدأت معه، لأنه كان جاء خطيته العنصرية، ما كان يعصي الله وراه تفطن اللي في المعصية تأتي الكوارث، لذلك طرد من رحمة الرحمن، لذلك سمي إبليس، أي يأس من رحمة الرحمن. ونعرفه العنصرية تكون خدم بها فراعنة والفراعنات، أما ده الكلب اللي يحكم في مصر الآن ما يعرف كانوا، دونك هو العنصر الوحيد اللي عنده معرفة وعنده البركة ويزم تصدقوا، وما أريكم إلا ما أرى. وإحنا نعرف العنصرية مربوطة بالوطنيات، الناس الناسيوناليزم هذا، تحبوا لتكرهوا انظروا الكلب ترامب هو وطني، قال أمريكا إن فيرست، يعني أمريكا قبل، يعني معناه اللي خارجين أمريكا ليسوا بقيمة، ما لا قيمة إلا الأمريكان، أنتم لقطاء، عمومكم ناس تسرقوا من دولهم ولا تختطفوا من أراضيهم، ومشيتوا بفم واختلطتم وليتوا ذات الرماسي، إلا بعض الناس الله يبارك فيهم وربي يزيدهم هدى، وهما اللي داخلين الإسلام أفواج وأفواج، وهذا من فضل الرحمن، رغم الأخطاء اللي ارتكبوها في حق أوطانهم. وقلنا كم من مرة في أوطانهم غضوا فس طيب، وغضوا النور، وغضوا البيولوجيا، وغضوا وغضوا وكذا كذا، وبعد ما بلغوا أوج معين في العلوم وشهادات الله أعلم قيمتها الحقيقية، لأنه لا علم حقيقي، قدر العلم وراء دائما رغائب شيطانية يدركها أصحاب اللي يقولوا إحنا علماء، باش يبدأوا يفخفوا على الناس، نسأل الله السلامة.